أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي، لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب. أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي، لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب. وينشر ظل رحمته ويمحو فاحش الذنب، إذا كانت محبتنا بلا غش ولا شوب. أحبك لا أريد النفع إلا ما قضى الله، فلا دنيا تحركني ولا بسط ولا جاه. أحبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طمان بدك يدغي سنة يا مدعوانا يا وعشر كي يا فردغي سدحات إن كغاها اللي نعرمها الصومك عشر كأنه ما انتو حكوسة بسانان دونا صومك إذا وكو واجبه وقتك وصوه قاله يسيرا وأصحه وسيكوب كوبان إن شاء الله تعالى سيرا عشرة دي هربا عنوسو كوب كوبي دون عشر كأنه مانتا رنتا كوبادين كغاه اللي إنه وبلا شرة بيش رمضان يا دمات كذا ما حي بيشو كسوك ناتا يا قاب كيبا لقوون كراين يسوه قشي أما يدماتي نبغانا وحكا سوى صلى الله عليه وآله وسلم إنه أساسا هاني أركتها لغو سوما أركتنا على لغو أفر وبخاري مسلم بحديثه به هريرة وحي كوريا إنه قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أركتكو سوما أركتنا كو أفر هدي بشي إذن كقرصان تو ضروري يلا أركي وايانا بشي شعبان صدن لما يسترى حديث كاو حالامي حديث كاو اسنا بخاري مسلم وريين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وارضاهما لقوا ورين أيوه قولي لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هالصومين بشي إلى هذا أركتان هنا أفرنا إلى دركتان دي سايدين كقرصو أنتو ضروري وحيدين كدلان والأركي ويدان قياسة قياسة ده حديث كان شيغي وحافة سرية حديث كوري ابن عمر ابن أبي هريرة إيه عافا أكملوا عدة شعبان 30 رمضان 30 كامل يالا بين قنيسة وحكى وسيع عدين إيسا رواية كلو إسلا حديث كان ابن عمر وبخاري مسلم وريين أوليه نبغى الشهر تسر وتسع وعشرون ليلة بشو الصغار يلا باتن وي الله هو صدنا صدنا الله هو فلا تصوموا حتى تروا هالسومين إلى بش رمضان إني بلا أركتان، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 هذي اللي ذنك قريه ضرور يوحلا مذا يقريسوا الله بأركي ويانا ترى الصدن لما يسترى قدر ذو لما يسترى العصا فسيرا يسو لابا مدبع لو سومي كرا إن شعبان صدون كايدي لما يستر من وهبينك صدونات بشي اللي أركي واي إيا إن لا أركا هبينك صدونات وعركت لو سوم شعبان صغالي لباتنا دي دماتو هبينك حيقة شعبان نوا لما يستري كرا رمضان يا صوم باللوضين وانقون كرا محاكرا سارا يا أركت دا هدي الله أركا مركوالي سومي هدي الله أركي وايو صدون كالا لما يستري صدنا هذا ما تو وهي كذب يا واسون يا رمضان وبالكو صدنه ما جرت بلهن إسلام كا أما قمري يا ضيع حاله وتريه صدرت الأركتيد وأسكدي رجلين إيو نفطها كو حسشة مر البواسون وحال ميدا سيدا وكلاتو حديث إمام أبو داود بن حبان يا حاكم وريانه صحيحة بابن عمر وحليه رضي الله عنه وأرضاه تعنب وقاعدة هانتا أشياء سلا دبقه
dadku waxay istustuseen buu leeyahay habeen habeenada ka mida bishii wataa 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 baa la yidhi wataa sow maaragtay waa la ysu tiltilmaamay nabigaan u imi sala allahu calayhi waalihi wasalam markaasaa waxaan u sheegay inaan arkay nabigu waa soomay dadkana wuxuu amar ku siiyey inay soomaan halkaa xadiidka ibnu cumar oo saxiixa wuxuu tilmaamayaa nabigu inuu ficlan aragti ku soomay weliba aragti hal qof a lagu soomay ibnu cumar keliya wuxuu sheegay dadku way istustuseen inay dad badan soo sheegeen laakiin riwaayada kuma cadda nabigu xukunka uu qaatay iyo xogta iyo warka uu ku soomay dadkiina ku sooma yidhi wuxuu caddaynayaa ibnu cumar isaga tiisii inay ahayd walihaada bay halkaa culimmadu waxay ka qaateen in bisha soo gelitaankeeda hal qof aragtigii oo markhaati galeen ah oo looga qaateena uu ku filan yahay saas darteed hal qof haddii uu arko ku filan laakiin waxaa shardiga dee qof looga qaateena inuu yahay taasi waa bisha soo gelitaankeedii laakiin bisha dhammaadkeeda laba qof baa la rabaa iyadana asal waxaa u ah laba xadiid nin saxaabada ka mida ridwaanullaahi calayhim jamiican oo la magacaabin ayaa wuxuu sheegay wuxuu yidhi dadku waxay isku khilaafeen maalintii bisha ramadaan ugu dambeysay waa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam aakhir yowmi min ramadaana baa la isku khilaafay laba nin baa baadiyaha ka yimid markaasay nabiga agtiisa ku markhaati kaceen waa subaxii dambe waxay imanayaan inay bishii shalay ama xalay ama shalay galab arkeen laba nin bay ahaayeen shalay gelinkii dambe inay bisha arkeen iyo galabtii markay qoraxdu dhacay dhacday bay u sheegeen nabiga calayhi salaam nabigu wuxuu amray dadkii inay afuraan maalintaana way tagay xilligii salaada ciidde berri xilligaa xilligiisii ciidda la soo aado xadiidka abu daawuud iyo daaraqutni waa warinayo waa xadiid saxiixo sugoma xadiidka wuxuu tilmaamay dhacdo dhacday xilligii nabiga sala allahu calayh waali wasalam oo laba markhaati lagu afuray laguna ciiday ciiddana waqti dheer bay soo warrameen oo dambe waqtigeedii la dhaafaye berri ha la yimaado ha la tukada la yidhi nin maka amiirka ah xadiidka labaadi abu daawuud wuxuu warinayaa xadiid saxiixa oo nin amiir maka ka ahaay uu ka warinayay ibnu cumar radia allahu canhuma waardaahuma oo uu leeyahay nabigii ilaahay baa nagula ballamay inaan aragtida ku cibaadaysanno markaan soomayna aragti ku soonno aragtina ku afurno fa in lam nara haddii aanan arag wa shahiida shaahidaa cadlin laba markhaati oo caadiliin oo looga qaateen oo markhaati galana ay sheegaan nasaknaa bishahaadatihimaa markhaatigoodaanu ku cibaadaysanaynaa buu ninkaas yidhi markii la weydiiyey ninka ayuu ka sheegay isna ibnu cumar buu xadiidka u tiiriyey marka xadiidkaas oo asax isna wuxuu tilmaamayaa laba markhaati baa lagu cibaadaysan karaa soomkii iyo afurkiiba haddaba kani waxaa kaaga muuqata afurkii garanay taana ficil nabigu waa u sameeyey cumuumka xadiidkana laba markhaati buu yidhi hal la sooma hal markhaati maxaad u dhahdeen xadiidka ibnu cumar baan cumuumka xadiidkan kaga soo reebnay xadiidka ibnu cumar baa soo reebaya soonko afurkana sidiisii hor ahaanaya waxaa la isweydiin karaa maxaa marka la soomayana hal markhaati loo yidhi marka la afurayana laba loo yidhi waxay culimmadu yidhaahdaan in la sooma naftu ma jecla oonka iyo gaajada iyo haraadka maalintoo dhan ah suxuur lasoo kacay naftu ma jecla saas darteed maadaama naftu aynan jeclayn in been la sheego lagu degdegay qof isaguba qaangaar oo soonkii ku waajibaya in lagu degdegay ma badna laakiin afurka waa la jecelya xilligii afurka marka la gaarana qofku inuu ku degdego oo uu durbo afuro wuu jeclaanayaa maadaama sidaas ay tahay iyada ha la yar adkeeyo taasi mar hadday sidaas tahay aragtidii garannay soddonkiina garannay habeenka soddonaad haddii la arki waayo su-aal waxaa iman karta la yidhaahdo oo laga yaabay dee berri inay yimaadaan dad kaloo arkay ama dib ay ka soo baxda in la arkay anuu ma iska sii soomi karaa maya inaad habeenka iska niyooto oo tiraada shacbaan hadday tahayna sunnaha in noqoto haddee ramadaan noqotona waan iska sii niyoodoon suxuurtay oo waan iska soomayaa lama ogola sababto imaam abu daawuud
ترمذي النسائي بن ماجه أفرط السنن كي دارمي غير كذو حيوريين حديث لقوري عمار بن ياسر رضي الله عنهما وارضاهما وليه النبي قايري من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم منك يسقف كي صومه ما لنت لغشك سيحي أنا مصدن كي شعبان با سوا كودي صوم يا رمضان نبي محمد هو عاسيي أمر كيسيبو خلافي سنة دي سيبو كل إحذي قف باسي عسياني الدم بيكود عيوي مارك الله موقلا أرين تاسي أرين لو قولي هاي ماها طيب هدية صادت نراحنا ونصبحي برقدي أغادو إن دادكي صومين أما أراكتدي أي سكناتي محان صمين السنة داسي قرب كصوص سعودي النية ده يسيد الله السوم أيو بأنه كغاح الله إن شاء الله تعالى تاسي وقبشة السغناشة هذه يا أراك تذيكي يسيد الصوم كصوص قلو قرب كالله بعدي مركو صوم كصوص قلو قفك أسحيتان كيسو وحالغ الربع انتذي يعبيتان كي إنو يسكده أيو إيا الشهوة دي با فجر كالله قبل الله مركي صلاة الصبح صوص قشو إلى مغرب كلاجا جارو وحكروا لقدون يا وحني وعباده إنو نيوده ديال الصومكو وأنت عن صلاة الصبح لجارين إن نيوتوي وحيمام دار قطن يبي حق وريين من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له قف كان صوم كبرين ونيديس كبرين انت ان فجرك يا صبح وسوق لين دلان صوم بكر وحكر الله ميدا حديث كره حفصه رضي الله عنها وارضاها ان لا ورينيو امام ابو داود والترمذي والنسائي سو ساريان النبي يجيب الهده صلى الله عليه واله وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له من لم يجمع الصيام وروايات قاركود انا قف كان جو انسان انيون ان كبرين انت وابريغا كهوريسا انو صومو ما انت صوم ما جيرو ركن تير اساسا اما شرط اساسا ونيدي اما ركن كدغي تير اما شرط كدغي ايو كب يا كبحي ميشو ولا ايمان وايي حديث كلابضع رواية ضدبا وصحيح طرق دي صور لأنه حد كهري شيخ ناصر رحمه الله تعالى رواه الغليل سقال بقول تباني أفر طيب قفك سوى قفك صلاة صبح كهر وقع إنو الصنجر قفك صلاة صبح كدب يوامرك وبريئ وقع ذي إساو سيئون يونا يا محو سامين يا وحدن بيا ما سامين صون إنو جرينا مبأ أغيم بإسو ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها علمو رأيك لدوان بإليه لكن متك صوابك يقول لدو وقصدي دعضي حلقي نبي عليه الصلاة والسلام صوم عاشوراء لإسفري وبخاري مسلم حيوليين سلامة الملاك رضي الله عنه وارضاه إنو نبقل 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 دري ينادي في الناس يوم عاشوراء تتكون واقع يمانتي عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل قفك وحصو عنينا انت ضمبها أفهستو ننكا وحبا عنينا وحبا يانو عنين حديثك وحرت الماما يا حدي واقو انتو بريي فجر كل شيء عنتي عبتاني الله تمد وحصون كتبينا ما أنت أنت هذا ضمون بعد حرمة ما أنت إلالين ما أنت نوالك قوله هدي أنا وحسون شبي الله إيماننا نيجي أنت هروي كاد عيو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها باته فليصم حل يا كدي بحصون واي أنت صديق إنك قتك إنه نيجي وقت جا هرين كي هل نيجي ذل ليه هاي لا والله وضبط دمات كي سوات كوغان كرتا إن دو أدركت فجر كينو دشاي إيه إن مؤدن كي آذان كدنب آذانو
وأذكر حتى إفتين كفيرين ساعدنا أنفيرين أذان كدم بحاتين لا أدمه وأدركتم وأذن كين عدك ساعد قرانا يسو أذان كنا أذان كي صدم بيه صلاة صبح إنو يهي أذكتهي مركا وحي كدم بيه وكا حرام عنتي عبيتانو صون كبا صوق لي وحي بخاري مسلم وريين حديث من عمر رضي الله عنهما وارضاهما نبو حليه منك بلال ليلة الصحابيه هبين بو أداما انتان واقو برين وأذان كورو أداما فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم عنا أعب إلى ابن أم مكتوم وأدام صادرت با وحاوان أكسن صلاة الصبح كارهان بشهر رمضان لبن مؤذن إنو مساجد كولي هيا عدك وذلك لا يقان لبدا مسجد عدك مؤذن عدك وذلك لا يقان من أذان كهرو أدماء وصحورتي يضطك أكعيا من أذان كدنبو أدماء وعنتي عبتان وارد ماضي وحال قاري حلقي فجر كابو على جراه ذا وحكى الحديث كأو تلماما يا قف هذا أركين هدي أذ قرانا يس أما أذكر كل صون تاي وح قرانا يا يتران إن هذا الكيس لا قارن كري عد كيسة أحكامنا الله وصل أي كرب سواء كام قن لكن مهم دو أي تاي إن العد كان قرانا يس الله هو أنت عصي وصون كواجبك لكن صون كصون نضع ما أنت تحلى دوال النيون كرا هدي أذن وح تبي الله إيمانن هذا صبح إسك صوت أستاذن صوم بكو ترى قشاني هسا هدو برقدي أي كل قم مناتو إن أتصنتو وإسك صوم كرتا واس هدي أذن وح صون تبي عنتي عبيتان يا وح لمدة أذن سمين وحوي إمام مسلم وري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها إن أذكر النبي مال النص وقال صلى الله عليه وآله وسلم حل برقد يوي وكاسوا هل عندكم شيء وحل عنا ما هيسان كاسا وحان اللي بيتري ما وحل عنا قولي ما يال وحجر مرك فإني إذا صائم حضواني هو أنسك سومية مرة دي حالة ساعتها وأنسومية مال إن كانوا نوجي مدو مركاسو وحجري وحما هيسان مكاسو حوشة عن هذه الله كان يوطع الله مكاسو حوري إتوس وابو حي بريانو صومن قصوا الله بان كفايدي سنين حل برقضي هدي اذ اراكتو اما يكلقو منا تبا انات صونتو واتسومي كرتا طلبا اذو صومنا نصون سنة واتسكا افري كرتا يو المتطوع امير نفسه واي قفك سنة كتشري سنة صوم اياي اساقعس حكومة اتون ربانو ما يستيران اتون ربانو افري انت اصنع حانك كبقد بينا قولوا كالنية دي يسيدة اللون ليونيو وقتك هذا وحايكوك لدوان يهين فرضك هي سنة قولوا قصد حالة عشر كأنن ودن بايا وحانوكوك حانوك غاها اللينا داتك واجبك كويهي يا داتك ناي أفران لو أقوليه صنكو حكو واجبا قولوا صفاتك يتلمامها صوص على الله بحلي تلمانتك وبعد قفكو وإنو يهي مسلم طلبات وإنو يهي قفق عن قاعدة مركو الصوم كو واجبيو تصدحات وإنو يهي قف عقل له ونقف وعلا أما مان كيسو لمن يهي أهين صدح لا صفية المعمود مركا لغيهلو أي قفكو من أهل الصوم يددك صوم كو واجب ونقونا يا لغاية عذر دارين تو يشسين ندير كشيغي دونو إنو كسن كو واجبين أما صوم كو ممنوع كان نقضو لكن صلاحان مركو واجب يقف مسلمة أو قانقارة أو عاقلة سدح ذا شرد بالله حرا قانقارك وحاكو بحلمه السابقاها وفي عمتا يصوم كين لباري إنو صومه لكن واجبكم معه عقلنا وحكوب بحي غلبا قيبوضو قفك او سوء منا يقف عن مسكح دي سيه قراشة دي سو تامحين اما دا قراشة دي سو هلا تكتو اما حنون يعذر كرد عاي هلا تكتو يسكرد حياع مسكح دي صابتي دوني وحالا حاتي قفك اسينا استغنى من اهل الصوم كمن معه لكن وحكوك لدوانان دونان
قفك يدعي وايل لما أودي دينه يا عقلي يسوتشو ومن أهل الصوم لكن قف كان عقلي يسوتشو أهل الصوم بكم من معهن وح مكلف معه وحنا بقى نكسون عليه صلى الله عليه وسلم يرفع القلم عن ثلاثة قال إن كأيه وحلاقو قرا سدح وعلاقة كريالي وحلا ما قرا عن النائم حتى يستيقظ قف رد إلى وتوس وعن المجنون حتى يعقل قف وعلا إلى وحكى لقرته وعن الصبي حتى يحتلم الماء يركى إلى وقانقاره توقفك عن الصبي قاها يقفك الماء يرها يقفك عن عقلك يلهين ما أي عقل تشوفه حديث كاسي كعده قفك عن مسلم كاهين اللهم مطالب أيه دوسوا إسلامنا ديبك قادة لم يرها تدك هذا بقى الله أهل الصوم كالصوم كوكوة تشيبه قيبة كمدة بلو أقول يهي إني أفران قيبة هاسينا مرك الله سوء أروري إلى تدبوي مرك الله غيره بالصبيغة إيا مجنون كوالا إنت صوهرتي إلى تدبو قيبة بأو مهم سن دادك إني صوم كأفران لو أقول يهي قبضة كو يالابا وقبضة عادة قبطة يمد أموشا يحلق ديك أموشا كوشرت لابضة منا لقو مالها إنه صومان وحنوي أنا كسوان صلى الله عليه وسلم حديث بسعيد الخضري أبو الكسوها ما رأيته من ناقشات عقل ودين آخر كسوحة وكجري أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم صوم ما هو للدمرك هذا عادة كل عادة ما نصونته صلاة ما تكتو وحالي لها أنا لو ذوقي هي بهيد مسلمين ترى وكو إجماعين حتى هذا الصوم عن لبضة قيبة ذي حوين ككم إذا إن عن صوم كوكا السحين لكن قضى لقولي يا هدي أبو ذا قضى أيا لقولي يا هاي هدي أي أبو ذا ونحرون يشرون كله أما حال ذاك لا أديد هذا علا دعاء يوم الكلية هاي ليقى أمشا يكترته لبضبا ويافريان نصا وإجماعا قياس قال له هل يشيب لبضا حكتنا ومريضك يا مسافرك قفك حنون صنك وصن لسو بكرين أما صنك لبايو يا قفك مسافرك يا سفرتك كتيرة labo wado oo soomka haduu dhibayo way afuri karaan haddii iska soomaanay karaan oo hawshoodana ayna gabeynin naftoodana khatar gelinaynin dhimalaha ilaahay wuxuu yiri faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyam ukhra qofkii idin kamid ah xanuunsan ama safar ku jira maalmo kale bedelkooda laga raba ka ay waxa weeye macnaheedu ayadu fa aftara afura فعدة من أيام أخرى ما المكالة أيه قضينا يا ودي حقي والله ويا لنا يا لكن أنت سافرت يا حنونك وكتشره وافركرا وحط المامة يا وافركرا مركين لنا وحنوك تشيدنا دول سومي كرا عديم صوم كل بينين إنه سومي كرا وحاول دليل ابن عباس حديث كان اسم ابن مالك رضي الله عنه وارضاه البخاري مسلم صار صارين كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر نبقى أنه سفر لأدني قار صومان يقار في الرنبوان لحين ما يلبى أنه دقني ما أنتنا ويكل لين تدكي صومان أواد داتين تدكي أفرنا با إستاغيو خيمة ذهنا نوردسي قاديد كينا ورابيي تدكينا أنفعي كاسو النبي عليه السلام حيري ذهب المفطرون اليوم بالأجر قل إذا أفرنيت بما تأجر كي قادتي وخدمة رأي السمايين بيأجر كي قاتين لكن النبي عليه السلام من الله معابين قلنا هو يصومن قلنا هو أفرن نبي نواة صلى الله عليه وسلم وعليه السلام معانها أتكينا حديث كي حمزة بن عمرو الأسلمي إمام مسلم في الصحيح يقول لي نكاس عن نبي صلى الله عليه وسلم كاس رسول كلا يو إني أجد به قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ ما كان سفرتها وسفر بدنا صوم كينا أود بأن أقوله هو أن أود عنك مدبي بأي سعر
نبوة كتشوحور هي رخصة من الله عز وجل والرخصة إلهي بحيو لسك عفوريكرو فمن أخذ بها فحسن قفكي غبا إنو قاتة تشعراض إنو قاتة ويوان أكسنتها قفكي قاتة ومن حب أن يصوم فلا جناح عليه قفكي غبا إنو صومنا وحدن بي عليس مصار إمام مسلم في صحيح كوري حتى وقف كان لبكو أهين وصومي كرا حقاً كان الشرط قلنا وإن نبي خطرك قليلين وحي بخاري مسلم وريين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهما وارضاهما حري النبي وحوار كان مالي نسوى سفرة نين لو دلت بين مالي اسكو عريري ينين لو دلت بين يهو الله الضلالي مين يو قرح اللقد ديو مركز وحري محاد عاي وحالي يريو نين صومو ويو صون كيبا قبطيو واد عاي مركز وحري ليس من البر الصوم في السفر سفر نوعا وكالتا إن لغو صومو إحسان كي يسامه يواناك كمد معها يعماش خير كي يبرق إله اللي قلوه هذا النفط هذا لغو خطر قليه طبعا الصوم كهدو ساس وكال خطر كو قلين ايو ملابوه قلين الصوم ونفط كو خمارته رخصة قادة شادة هذا أي لازم إيا واجب نقونيس قلوه سد حاذي أفراضي كو أيهين شن إيا اللح وقبض أورك له يمد إلمها النوچينيس قبض إلمها النوچينيس أما يدب أودي ويدا أما إلمها وبقضة يدمد أورك له السيدة وكراح يقرأ ويأفوري كران حديث كان اسم مالك الكعب رضي الله عنه وارضاه أي ماذا أفرت الصنان كإمام أحمد يغير كود وليين الصحيحة هذا وحوها إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة إلهي سبحانه وتعالى وحكع في قفك مسافر صونك هي صلاة النسكة دمدها فرفرت على والله وعلقع فيه وعن الحبلة والمرضع الصوم كبدا أورك له يمد النوشيني سنة صومك لقع فيه وهي صوم لقوم لها كدم حالة ويا لنا يا أسألك قضاء وي هدي أي أودان لحدا وحاط الضبايا قفك دائيا وايل نما أودي دي إنو بش رمضان صوم ووايلي مرا أود إنو صوم قفك أسي وحاط دائيا أودي دي دائي دواء ماله قفك يدائي وايل نما أودي دينا ديب كما سوحو غيستو كما سو يرادو وحاط مقورته وقفك هيسته حالة الساعة الصوت تلمان تهدوتها وحين الراعين هنا قف كستو أنا يدهين لكن ظروف عافية ما ذي لحير يردو وسنسومي وكرين حنو نضا قاركود باهية حنو نضا صو كالماتي مويد بدنا أن دولا هين قودهان انت أدمو هينو قرار لقرار أي مركز أما رخاتير تيهدفك يقيني بأي أشيغان إنه دولا هين أما يساقب كودة بنيراتي تاسو ديليسة إنو صومو أنت لو حيرك ما مارمي كار، عبيتانك لو حيرك ما مارمي كار، عفيمات كذي تركي سب محمري كران صومك، قفك صو كلاتو حلمي ذي هاي، قفك دعوة يلي ديبا مكرر يستعان للحين، ولذلك علماء وحيرا لن دع ذيو، عذرك أن دوا ذا للحين، بحتان أن لقف لين أحكامته ربابك صومك إسكم مدوي، قرر سي يجونا ويعفريان، وما بأودان ولا يكلف الله نفسا. إلا وسعها لكن أنت عقلك وذي الجراشد وذو تشوكته أهل الوجوب هاي بدل كي صومك مردين هذا الصوم يكرين منا قضين كراني فدية بحنا يعني أيضا الوفا سلا تفاصيل تذا قاركت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كوا أوده أو صومك فدية على الربا تذكر نم بيوها هاي لكن تذكر أوده روا على النسخي ابن عباس يوحيليه قفك وعيلك إداء ذا بي آيادان يحوكم كهذا أسوح هاري صدرت بعدد كان وحالك دونيا يغا لفتوذو إناي في ديرا بحيا في ديرا لبحينا ياي مالين تيبا حال مسكين وحمر قوذيوي ولا تشملين كرا وانا الله قيب قيبين كرا بشورن بالله قيبين كرا نور قيبوضو كوبان نوالغا ديكي كرا هل مرنا ولا وذا جملين كرا قفك مركز سيدا الله سامينا ايو
هدي عنتها لو بحي الله يراهدو عن كل يوم مدة بي علمات يراهدان مدكو واسوس كافر ميلود ميل لبكي لي افر بقولو غرامبو يهدان دحانو كي سوسكي لح بقولو غرامبو نقونا يا راشنهان وغالب القوت يا قفك عسين الساسو في ديادة كبحينا يا عشر كنمانتا يا عشر كسدحات انتا سينكو سو قبا قبينينا دينو عشر كحيقة وصوم كيسيد الله صومي وحيابها فسادية بريئية وحيابها انبرين انكاها لدونا عشر كحيقة وحادي كبتك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي، لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب. أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي، لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب. وينشر ظل رحمته ويمحو فاحش الذنب، إذا كانت محبتنا بلا غش ولا شوب. أحبك لا أريد النفع إلا ما قضى الله، فلا دنيا تحركني ولا بسط ولا جاه. أحبك لا أريد النفع إلا ما قضى الله، فلا دنيا تحركني ولا بسط ولا جاه. ولا التعظيم يدفعني فما عظمت إلاه، فحسبي مخلص في الله يلقاني وألقاه.